ثانيا أشكر حكومة خادم الحرمين الشريفين على الاهتمام بالمواطن وبالمرضى خاصة، وأشكر بعد الله سبحانه وتعالى المسؤولين بوجه عام والمسؤولين بوزارة الصحة، وخصوصا الذين يعملون في مستشفى الحرس الوطني لما نجده من اهتمام في المرضى وبالذات حقنا العناية المركزة. ثانيا خالد توي طالع من عنده قبل شوي، سبحان الله عدت على خير بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، ثم دعواتكم ودعوات الآخرين المحبين خالد توقف قلبه مرتين، مرة 4 دقائق ومرة 6 دقائق، والحمد لله عدت على خير بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليه بالشفاء وكل مريض. كيف صحته الآن؟ والله الحالة كريتيكال، يعني صراحة الحالة صعبة جدا، وقعدت مع الأطباء وعلموني أنه سبحان الله بتوفيق الله عز وجل أنها عدت على خير، ولكن كانت صعبة، حتى أبلغوا ابنه أنه يمكن تلحق عليه ويمكن ما تلحق، وبعدين دقوا علي أنا بعد ما دقوا على ابنه، والحمد لله كنت مطمئن أول شيء أن الله سبحانه وتعالى أرحم الراحمين. سبحانه. ثانيا دعوات الناس له بزيادة بتوفيق من الله عز وجل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن على جميع المرضى بالشفاء العاجل. أحمد الفنان خالد يعني لازال تحت في الغيبوبة حتى الآن؟ بغيبوبة، آخر زيارة لي قبل أسبوع كان يفتح ويغمض يشعر فينا لكن ما يستطيع أن يتكلم، وأنا تابعته من يوم كان جدة أول طيحة له، وبعدين سبحان الله تواكبت عليه بعض سبحان الله الأمراض، ومن فضل الله عز وجل عدت كل مرة تعدي، و جلسته بالمستشفى ووضعه الحالي بإذن الله أنه تكثير بإذن الله، وكما رسم أيضا ابتسامة على وجوه الكثيرين خلال مسيرته الحافلة. نسأل الله أن يخفف عنه ويشفيه وأن يخرجه سالما غانما. أنا أشكرك أحمد السيماني أخ الفنان القدير خالد سامي، شكرا جزيلا.